يا الله، السلام عليكم شباب، شلون احوالكم اخباركم؟ تحياتي للجميع شباب. هسه صعدت للسطح، الله شاهد. عباوة عباوة بالحمام، نقص فحل. الفحل هذا، تعالوا، هذا الفحل تقريبا يعني صار له تقريبا ربع ساعة من اجى، لان تليفوني كان جوا حط فحطان. وين كان؟ وين راح؟ ما يعني ايست منه، الله شاهد. انا قلت راح بعد هذا. شباب هسه عدنا اليوم بيهن الزوجين تقريبا 3 زواج، وهاي هو هذا الفحل سألتكم عنه، ومس هذا الشامني طار وحاط. وش عدنا بعد؟ عدنا غني زوجان، ذاك الفحل وهاي الطائرة جناية، تعرفون. انتهت بعد يعني سالفتهن، قام يدق عليها ظهر بعد ما يفوت حالها. شعدنا بعد؟ عدنا ذني انها مراعي بيضا هاي ايامها، فحل الحني وهاي الطائرة المخنوقة. هسه ايش راح نزوج اليوم؟ راح نزوج هاي الطائرة، كانت واقعة يوم ولا صاحبنا توني جبتها من عنده، طائرة نسر هي. نزوجها ذاك الفحل، هذا هم مخلف. ظلوا يعني شباب، ذني شباب، هذا الفحل المخلف وذيك الطائرة. ذيك الطائرة طبعا مو قوية، شعتولتها حلوة مرتبة، ذيك هم اخذناها من ولد صاحبنا. واليوم هي وقعت، نشيت تطير الصبح وما ادري بيها وقامت. ظلوا يعني شباب، خلنا نذبحن بالحصان. راح يظل هنا تقريبا 4 ايام او اكثر بعد ما ادري، حتى لازم زوجها ما طلعن لمن يرابط عليها. وهذا المخلف ذبيناه جوا، ونذب له هذا الطيرة. نشوف والله شو راح يسوي. هسه ما يبرق منا العصر مال باكر، منا اليوم ان شاء الله 3، اراويكم اياهم زوجات، نقطع ونرجع. طبعا هذا الفحل اللرفة اللي زاوج شعرة تعرفونها، من اللرفة اللي البيضات، وهذا الأصفر وحش. شباب هسه طبعا استقرن هنا بالسلات، هذه الطيرة. وين هذه؟ عندنا شباب هسه ما زاوج بعد، عندنا هذا الحني، خروكم يا شباب. عندنا هذا ما زاوج بعده، هسه راويكم طيرته القديمة. اكو يعني متابعينه قديمين يعرفون طيرته، هي سمرة هذه، كان زاوج. هسه التليفون يغوش، هي مبيضة، هسه راح تروح البيضاتها على ما التصوير يوضح. وهسه شباب وضح التصوير، هذا طبعا الفحل كان زاوجها هسه هو بلا طيرة يعني من زمان. شباب هسه والله ما ادري ايش اذب له. شباب اريد نسوي لنا فيديو على المخاليف خاص، يعني فيديو خاص. شوف هاي طابة جوا، وهذا الطيرة طلع صاحبها ولدها من يمنا، وصار لها 4 ايام عندنا تقريب، واذا عبرت منا يومين سالفة تعبانة طبعا. تعال خذها يا معود. شباب والارفلية هم طلعت الولد صاحبنا هنا، شلناها وطيناها اياه. وكو ولد تحياتنا اله، يقول اذا اجيب طيور شلون اقويه. هسه الفيديو طال حبيبي الغالي وتاج راسي، تحياتي للجميع. ان شاء الله على الفيديو الجاي
مال المخاليف او با لو باكر ان شاء الله لو عقبه التسهيل من الله نصور لكم المخاليف وشلون اذا جبت فحل شلون تفره وشلون الثبت عليك. انا طبعا ابد ما جايب فحوله نهائيا كل فحل ما جايب. تحياتي لكل من يجي فحل ويطيره بسطحه ويسويه قوي. وان شاء الله الفيديو الجاي تفاصيل كاملة. ثم على شباب.